أظن أن تصرفك هذا غريب جدا. ما الذي تفكر فيه وأنت سارح بخيالك ولا تفعل شيئا؟ ها؟ هناك كثير من الأشياء التي يجب علي أن أفعلها، وبينما أفكر هل أقوم بهذه أولا أو بهذا، يمضي الوقت وأنا لا أشعر، وبالنهاية لا أتمكن من فعل أي شيء. يكفي، كف عن إهدار الوقت بلا أي فائدة. حسناً، هل ستخرج لي شيئاً؟ ساعة المواعيد. هل ستحافظ هذه على وقتي ولا تهدره؟ عليك أن ترسم لنفسك برنامجاً للأمور التي ستنجزها من أي ساعة إلى أي ساعة، وتكتب كل هذا على هذه البطاقة. ثم تدخلها هنا، وستقوم هذه الساعة بفعل كل شيء نيابة عني؟ بل أنت من سيقوم بذلك تبعاً للجدول. أجل، هذا ممل جداً. أحاول دائماً أن أصلح هذا الجزء الكسول فيك، وبالمقابل تقوم أنت. حسناً، لقد فهمت. أمر محير، ماذا علي أن أكتب أولاً؟ الدراسة أولاً، ستدرس من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة. لا، هذا مستحيل. حسناً، إذن سأدرس وأكتب وظائفي في نصف ساعة. وماذا بعد ذلك؟ سأتناول وجبة خفيفة. ولا تنسى الذهاب إلى المرحاض. أريد متابعة التلفاز من الساعة الثالثة إلى الثالثة والنصف، وبعدها سألعب كرة القاعدة. ضعها هنا عندما تنتهي يا نوبي. انتهيت. غريب، لا أستطيع إدخال البطاقة. يا لك من ولد مغفل. عليك أن تضعها بهذه الطريقة. الساعة الآن 8:29. ها قد بدأت بالعمل. 8:30، حان وقت الدراسة الآن. ما رأيك؟ ستخبرك بالوقت وبالجدول الذي رسمته. بسرعة، إنه وقت الدراسة. لست أنا من سيدرس، بل نوبي. ابتعدي عني. هيا ابدأ، إنه وقت الدراسة. هذا صحيح، إنها تقوم بتنفيذ جدول الشخص الذي يدخل البطاقة داخلها. ها هي وجبتكما. الكعك المحلى؟ يا لفرحتي. لم يحن موعد الوجبة الخفيفة. مبارك عليك الساعة يا دورايمون. لذيذ. انتهيت. لكن بقي 5 دقائق. نفذ يا دورايمون. ولكني أنهيت كتابة الوظائف. عليك أن تلتزم الجدول. تابع دراستك. هيا لا تتذمر. آسف، تناولت حصتك من الحلوى يا دورايمون. فجأة رأيت الصحن فارغاً. لن أسامحك. الوظائف، الوظائف. أصمتي. عليك حلها، عليك حلها. ابتعدي يا دورايمون. أنا سأنصرف الآن. تقيد بالجدول، تقيد بالجدول، تقيد بالجدول، تقيد بالجدول، تقيد بالجدول. لم ينتهي وقت الوظائف بعد. هيا. لماذا علي أن أواجه كل هذه الصعوبات؟ إنها الثالثة، وقت الوجبة الخفيفة. لم يعد هناك شيء يؤكل. حتى لو نفذت، عليك أن تأكل وتتقيد بالجدول. هيا اشرب الشاي. على كل، لم يبق سوى الشاي. الثالثة والنصف، هيا اذهب إلى المرحاض. علي الالتزام حتى لو لم أريد الذهاب إلى المرحاض. من المؤسف الوقوف هنا بلا فعل شيء. ساعة مزعجة، أتمنى أن تتحطم الآن. وقت التلفاز. أنا لا أرغب في هذا. أنت هنا؟ ولكن التلفاز معطل اليوم. علي أن أتقيد بالجدول. حسناً. كرة القاعدة. سأستمتع باللعب قليلا وأبتعد عن جدول نوبي الممل. السماء ممطرة. لا يهم،
حسناً حسناً كما تريدين، علي أن ألعب حتى لو كانت تمطر. كما توقعت تماماً، لا يوجد أحد، سأعود. لا، هل يجب علي اللعب وحدي تحت هذا المطر؟ أجل. حسناً لقد فهمت. هطل المطر فجأة مع أن السماء كانت صافية هذا الصباح. شكرا لك لأنك سمحت لي بأن أشاركك في مظلتك يا شيزو. ذلك دورايمون، إنه مبلغا تماما. كما تعلمين إنه يحب كرة القاعدة كثيرا. ما الذي تقوله؟ عليك أن تنفذ الجدول، لا تهرب. عليك أن تنفذ الجدول، لا تهرب. أنا لا أريد تنفيذه. حسنا. حتى لو قلت هذا، إلى أين سأذهب؟ ستمسك بي إن عدت إلى المنزل. مساء الخير. جئت في الوقت المناسب يا بني، لكن أين دورايمون؟ ها؟ ألم يعد بعد؟ أيعقل أنه في الملعب؟ ها؟ ولكن المطر يعطل. ها؟ أنا ذاهب للبحث عنه. قصة مضحكة، أحداثها ممتعة جدا. صار العشاء جاهزا على المنضدة يا سونيو، هيا انزل. حاضر، أنا قادم يا أمي. ماذا أنت يا دورايمون؟ أرجوك دعني أختبئ عندك. إلى أين ذهب؟ سأجده وبلا شك سأجعله ينفذ الجدول. أين ذهب؟ سأجده أينما اختبأ، سأجده وأجعله ينفذ الجدول. حسنا، سأذهب في هذا الاتجاه. أيعقل أنها وصلت إلى هنا؟ لن أتفوه بأي كلمة. من أنت وماذا تريدين؟ هل دورايمون هنا؟ ما علاقتك بدورايمون لتسألي عنه؟ اسمع، سأقوم الآن بالبحث عنه من هنا. ابتعد عن طريقي. ابتعد. يا إلهي، ما هذا؟ لابد أنه يختبئ هنا. حسناً، إنه هنا. لا أريد، لا أريد. عذرا، هل أتى دورايمون إلى هنا؟ لن تتمكن من العثور علي هنا. إنه هنا، إنه هنا، هنا. إنه هنا. ماذا؟ إنه فأر عادي. نجوت. فأر. ماذا؟
سأتناول العشاء حين أعود إلى المنزل. هو وقت العشاء إن عدت إلى المنزل عليك أن تنفذ الجدول. اجلس هنا وتناولي الطعام. إنه وقت الطعام. ابدأ. ما الذي يحدث هنا؟ أسرع وتناولي الطعام. هيا أسرع. ابدأ. ابدأ. حسنا. لا مفر من هيا ذلك. هيا كل. 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 الحمد لله أني لم أدخل البطاقة في الساعة. يخترع دورايمون أقراصاً تترجم الأفكار إلى واقع، فكيف سيستعملها نوبي لتعلم السباحة؟ وعندما يستغل الجميع طيبة نوبي، كيف لمعجون البندورة أن يحل هذه المشكلة؟ دورايمون، صادق القطة لينجيك من الورطة. دورايمون، لا تستسلم يا نوبي، فلكل مشكلة اختراع. يا نوبي انتهيت. غريب، لا أستطيع إدخال البطاقة. يا لك من ولد مغفل. عليك أن تضعها بهذه الطريقة. الساعة الآن 8:29. ها قد بدأت بالعمل. 8:30، حان وقت الدراسة الآن. ما رأيك؟ ستخبرك بالوقت وبالجدول الذي رسمته. بسرعة، إنه وقت الدراسة. لست أنا من سيدرس بل نوبي. ابتعدي عني. هيا ابدأ، إنه وقت الدراسة. هذا صحيح، إنها تقوم بتنفيذ جدول الشخص الذي يدخل البطاقة داخلها. ها هي وجبتكما. الكعك المحلى. يا لفرحتي. لم يحن موعد الوجبة الخفيفة. مبارك عليك الساعة يا دورايمون. لذيذ. انتهيت. لكن بقي 5 دقائق. نفذ يا دورايمون. ولكني أنهيت كتابة الوظائف. عليك أن تلتزم الجدول. تابع دراستك. هيا لا تتذمر. أسف، تناولت حصتك من الحلوى يا دورايمون. فجأة رأيت الصحن فارغاً. لن أسامحك. الوظائف، الوظائف. أصمتي. عليك حلها، عليك حلها. ابتعدي يا دورايمون. أنا سأنصرف الآن. تقيد بالجدول، تقيد بالجدول، تقيد بالجدول، تقيد بالجدول، تقيد بالجدول. عنوان الحلقة ساعة المواعيد. أظن أن تصرفك هذا غريب جدا. ما الذي تفكر فيه وأنت سارح بخيالك ولا تفعل شيئا؟ ها؟ هناك كثير من الأشياء التي يجب علي أن أفعلها، وبينما أفكر هل أقوم بهذه أولا أو بهذا، يمضي الوقت وأنا لا أشعر، وبالنهاية لا أتمكن من فعل أي شيء. يكفي، كف عن إهدار الوقت بلا أي فائدة. حسنا، هل ستخرج لي شيئا؟ ساعة المواعيد. هل ستحافظ هذه على وقتي ولا تهدره؟ عليك أن ترسم لنفسك برنامجا للأمور التي ستنجزها من أي ساعة إلى أي ساعة، وتكتب كل هذا على هذه البطاقة. ثم تدخلها هنا. وستقوم هذه الساعة بفعل كل شيء نيابة عني؟ بل أنت من سيقوم بذلك تبعا للجدول. أجل، هذا ممل جدا. أحاول دائما أن أصلح هذا الجزء الكسول فيك، وبالمقابل تقوم أنت. حسنا، لقد فهمت. أمر محير، ماذا علي أن أكتب أولا؟ الدراسة أولا، ستدرس من الساعة 2:00 إلى 6:00. لا، هذا مستحيل. حسنا، إذا سأدرس وأكتب وظائفي في نصف ساعة. وماذا بعد ذلك؟ سأتناول وجبة خفيفة. ولا تنسى الذهاب إلى المرحاض. أريد متابعة التلفاز من 3:00 إلى 3:30، وبعدها سألعب كرة القاعدة. ضعها هنا عندما تنتهي.
من أنت وماذا تريدين؟ هل دورايمون هنا؟ ما علاقتك بدورايمون لتسألي عنه؟ اسمع، سأقوم الآن بالبحث عنه من هنا. ابتعد عن طريقي. ابتعد. يا إلهي، ما هذا؟ لابد أنه يختبئ هنا. حسناً، إنه هنا. لا أريد، لا أريد. عذرا، هل أتى دورايمون إلى هنا؟ لن تتمكن من العثور علي هنا. إنه هنا، إنه هنا. لم ينتهي وقت الوظائف بعد. هيا. لماذا علي أن أواجه كل هذه الصعوبات؟ إنها الثالثة، وقت الوجبة الخفيفة. لم يعد هناك شيء يؤكل. حتى لو نفدت، عليك أن تأكل وتتقيد بالجدول. هيا اشربي الشاي. على كل، لم يبق سوى الشاي. الثالثة والنصف، هيا اذهب إلى المرحاض. علي الالتزام حتى لو لم أريد الذهاب إلى المرحاض. من المؤسف الوقوف هنا بلا فعل شيء. ساعة مزعجة، أتمنى أن تتحطم الآن. وقت التلفاز. أنا لا أرغب في هذا. أنت هنا؟ ولكن التلفاز معطل اليوم. علي أن أتقيد بالجدول. حسناً. كرة القاعدة. سأستمتع باللعب قليلاً وأبتعد عن جدول نوبي الممل. السماء ممطرة. لا يهم. حسناً حسناً، كما تريدين. علي أن ألعب حتى لو كانت تمطر. كما توقعت تماماً، لا يوجد أحد. سأعود. لا، هل يجب علي اللعب وحدي تحت هذا المطر؟ أجل. حسناً، لقد فهمت. هطل المطر فجأة مع أن السماء كانت صافية هذا الصباح. شكرا لك لأنك سمحت لي بأن أشاركك في مظلتك يا شيزو. ذلك دورايمون. إنه مبللا تماما. كما تعلمين، إنه يحب كرة القاعدة كثيرا. ما الذي تقوله؟ عليك أن تنفذ الجدول، لا تهرب. عليك أن تنفذ الجدول، لا تهرب. أنا لا أريد تنفيذه. حسنا. حتى لو قلت هذا، إلى أين سأذهب؟ ستمسك بي إن عدت إلى المنزل. مساء الخير. جئت في الوقت المناسب يا بني، لكن أين دورايمون؟ ها؟ ألم يعد بعد؟ أيعقل أنه في الملعب؟ ها؟ ولكن المطر يهطل. أنا ذاهب للبحث عنه. قصة مضحكة، أحداثها ممتعة جدا. صار العشاء جاهزا على المنضدة يا سونيو، هيا انزل بسرعة. حاضر، أنا قادم يا أمي.
ماذا أنت يا دورايمون؟ أرجوك دعني أختبئ عندك. إلى أين ذهب؟ سأجده وبلا شك سأجعله ينفذ الجدول. أين ذهب؟ سأجده أينما اختبأ. سأجده وأجعله ينفذ الجدول. حسنا، سأذهب في هذا الاتجاه.